السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة الأردوينو، سوف نتعلم في هذا الدرس ما يسمى بالكامباوند أوبريتورز. لنذهب إلى التينكر كاد، نقوم بفتح واجهة جديدة بهذا الشكل وتحتوي على فويد سيت اب وفويد لوب. نقوم بتعريف متغير على سبيل المثال، وليكن سي تساوي صفر مثلا. نقوم بتشغيل أيضا السيريال مونيتور، تمام، وذلك من خلال سيريال بيجين وتحديد الباند 9600 على سبيل المثال. ولنقم هنا بتجربة أول خاصية من الكومباوند أوبريتور، وهي الإنكريمنت، والتي سنستعملها بشكل كبير جدا في الحلقة 4. لذلك أقوم الآن بشرح الكومباوند أوبريتور، لأننا سنحتاجهم بشكل كبير جدا في الحلقة 4، وخاصة الانكريمنت والديكريمنت. السي بلس بلس ماذا تعني؟ لحتى نعرف نحن شو هي وظيفتها الرئيسية، لابد من طباعتها على السيريال مونيتور حتى نفهم كيف مبدأ عملها. ولما بنفهم كيف مبدأ عملها بصير ما في داعي نستخدم هالطريقة. منلاحظ عم تتزايد القيمة كل مرة بمقدار واحد. طبعا احط ديلي حتى يكون اوضح معك من الزيادة. ديلي ولتكن خلينا نقول 500 ميل سكند، ونضغط على ستارت سيميليشن، نعمل كلير حتى يبدأ من البداية. ننتظر بعض الوقت، احيانا بصير تعليق بالبرنامج. تمام، اشتغل. بنلاحظ 4 5 6 7 القيمة تتزايد بمقدار واحد في كل مرة. شو يعني هذا الكلام؟ فعليا سي بلس بلس بتشوف قديش مثلا احنا معرفين سي هي صفر، صح ولا لا؟ بتزد عليها كل مرة واحد. يعني مثلا سي تساوي صفر، بعدين سي تساوي واحد، بعدين 2 3 4، كل مرة عم تتزايد قيمتها بمقدار واحد. هذا الحكي بكافئ تماما سي تساوي سي زائد واحد بهذا الشكل. يعني لو محينا الانكريمنت واستخدمنا هاي، نفس النتيجة رح يعطيني تماما. نضغط ستارت سيميليشن، ومنلاحظ ايضا 1 2 3 4 5، هاي نفسها تكافئ الانكريمنت. طيب شو يعني سي تساوي سي زائد واحد؟ سي شو هي قيمتها؟ صفر، تمام. بس هو هون انا بما اني عم حط جانبها يساوي، فهو رح ياخذ قيمة جديدة، فرح يعتبر انه السي تساوي صفر اللي هي السي هون زائد واحد، فشو عم بتساوي؟ الواحد، صح ولا لا؟ طيب طبع لي سي تساوي واحد، انتظر 500 ميل سكند ورجع على بداية الحلقة. السي قديش صارت قيمتها هلا؟ واحد، ما عاد صفر، لأنه آخر شيء صارت واحد، صح ولا لا؟ طيب هون سي تساوي قديش القيمة النهائية إلى واحد؟ واحد زائد واحد 2، وهكذا 3 4 5 إلى آخره. فهي تكافئ تماما هي الانكريمنت، يعني ما في أي فرق. بنشغل ونتأكد من هذا الكلام مرة ثانية ما بيأثر، حتى تكون الفكرة واضحة 100%. بنلاحظ إنه الانكريمنت ما هو إلا عبارة عن زيادة السي القديمة بمقدار واحد. طيب في عنا ايضا شيء بنسميه نحن الكومباوند او اديشن، او الكومباوند اديشن. شو يعني كومباوند اديشن؟ زائد يساوي ليكون مثلا واحد، ايضا نفس الشيء تماما، كل مره رح يزيد لي على القيمه واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 الى اخره. طيب بركي مثلا قد الشخص مثلا يكون بده يزيد كل مرة على القيمة 2، شو بيعمل؟ بيحط 2، بيضغط start simulation 2 4 6 8 10 12. طبعا هي إلى استخدامات نتعرف عليها بأمثلة إن شاء الله متقدمة، لما بنكون أنهينا البيسك والأساسيات البرمجية في الأردوينو. بعد ما خلصنا الـ compound addition والـ increment، رح ناخذ هلا الديكريمنت والكومباوند سبستراكشن.
واللي هي حقيقة نفس الأمر تماما. لو حطينا سي ماينس ماينس أو ناقص ناقص، تمام، أعطينا هون السي قيمة مثلا تساوي 10، ضغطنا start simulation، طبعا رح نمحي المعلومات القديمة، نضع 8 7 6 5 4 3 2 بقيمة متناقصة. هذا هو الموضوع تماما. وقفت أنا السيميوليشن، الفكرة هي بس أنه عم ينقص لي كل مرة واحد، تمام؟ طيب ممكن أيضا نقص أكثر من واحد كل مرة، وليكن مثلا 2. أتوقع الموضوع واضح، 8 6 4 3 2 1. رح نشغل نشوف، نعمل كلير مرة ثانية، 8 6 4 2 0 ناقص 2 ناقص 4 إلى آخره. كل مرة عم يطرح لي من القيمة السابقة 2. بالنسبة أيضا للكومبوننت مالتبلكشن، طبعا هي ضرب والأمر واضح جدا. مثلا على سبيل المثال كل مرة رح يضرب لي إياها باثنين. يعني لو عملنا كلير وستار سيميوليشن 20 40 80، كل مرة عم يضرب لي القيمة السابقة باثنين. هاي هي فكرة، هاي هي تقريبا أهم الأفكار بالكومباوند اوبريتورز. طبعا الأفكار الباقية ممكن تستخدموها وتجربوها، وأي فكرة أي واحدة تضغط عليها مثلا كومباوند ريمايندر مثلا على سبيل المثال، بتشوفوا الأمثلة عنا بموقع الأردوينو شرحينا بشكل مفصل. أنا ما بدي أخلي الدرس يكون طويل، أعطيتكم أهم الأمور إن شاء الله اللازمة ل يعني الحلقات القادمة وحتى في مسيرتك بالأردوينو. أتمنى الدرس يكون أعجبكم، لا تنسوا من الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.